السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم كما راكم تشوفوا بديت لكم بهذا السني هذا نتاع نافس بعد 5 شهور ونص من فاسها باش رحنا لها، يعني مسكينة خبات لنا قاطواتها وزاد درت لنا الشي اللي قدرت عليه. ولو كما راكم تشوفوا الزرير كاين يعني الطفلة قريبة راح تنوض تحل لنا هي الباب. المهم عيطنا لها قلنا لها رانا جايين، وزدت مع العلم هي خدامة هذا النهار اللي قعدت فيه هي، ورحنا لها. كيما راكم تشوفوا السني بديت لكم بالسني، ودركا راح نعطي لكم شوية قطوات اللي ديتهم لها. انا درت لها 3 انواع تاع قاطو، يعني على اساس انها ما عندهاش، يعني كيما نقولوا حنا ما بقالهاش القاطو. رحت انا واختي، هذا القاطو الاول اللي درته لها قاطو تاع الكاوكاو، يعني صراحة هي شافت القطوات اللي درتهم في المولود عجبوها، ملا اليوم قلت نديلها بذوق منهم، يعني نفس الكيفية هذوك القطوات بعد غير بدلت الأشكال وديت لها. درت لها قطو هذا على شكل قلب، لهنا راني حطيت لكم لي زانغغيديون بلا ما نسميهم، يعني نعطي لكم طريقة العمل فقط. لهنا درت الزيت مع الزبدة مع السكر مع كاس تاع نشا وكاس تاع كاوكاو وكاس تاع سكر، ونلم بالفارينة، يعني بعد ما نخلط هذوك كامل نلم بالفارينة مليح وندير الأشكال اللي نحب أنا. لهنا هذا الكاتو هذا تاعها، يعني هذا درتو على شكل قلب والتزيين اختياري. نزيد نقول لكم لهنا بلي الكاطو هذا لازم له بالباتور، يعني تخدم كلش بالباتور حتى نوصلو للفارينة فقط. يحب لازم يطلع مليح، واللي عندها البيتخان احسن واحسن. يعني لهنا هذا الكاطو هذا لازم تكون لاباط تاعو خفيفة بزاف كيما راكم تشوفوا. خلط كلش مع بعضها ومن بعد شيحت بالفارينة فقط، ودرت اشكال اللي نحبها انايا، خرجت لها يعني سحنه من سحنه من سحنه من وخلاص. درت لها 3 انواع، ولكن كي روحت يعني لقيتها مراه وقاده صح، خبت لنا حقنا تاع قطوات نفاسها. كل خطره نقولوا نروحوا كما تعرفوا مع هذا الوباء هذا الناس كامل قاعده في ديارها. الحمد لله نقص شويه، خطفنا روحنا ورحنا، رحنا على قهوه مي هي حتمت علينا، درت لنا حتى العشاء ونقولها منا ميرسي بوكو، وتتربى ان شاء الله في عزك وفي عز باباها، وان شاء الله النجاح والحوايج اخرين ديما يكونوا غير الافراح ان شاء الله، وربي يرفع لنا هذا الوباء ونتلاقاو ديما. هذا هو الكاطو تاعي بعد ما خلطته، راكم تشوفوا لهنا لاباط كيفاه ما تتعجنش غير تتلم بركه، وطبعتها ودرتها على شكل قلوب كما راكم تشوفوا لهنا. ومن بعد زينتها درت لها كلاصاج خفيف. والثانيه درت لها الغريبيه نتاع الفارينه اللي طيب، الفارينه المحمصه ديما تقصوني عليها، وانا قلت لكم باللي كانش نهار ان شاء الله نحط لكم الفيديو نتاعها. لهنا على السريع فقط نحكم 3 كيسان تاع الفارينه هذو، نحطهم يطيبوا يتحمصوا لي في الفور حتى نشوفها رجعت لي طبقه واحده يبست، كي نقيسها في يدي نلقاها يبست، يعني مده على الاقل 7 دقائق 8 دقائق يضربها، وتكون الفور تاعي على 180 درجه فقط، يعني شعل الفور وندخلها. ومن بعد زدت لها الزبده والسكر كلاصي ولميتها وشكلتها. راكم تشوفوا لهنا كيما تحمصت لي كفات، بدلت شويه لاكولور تاعها، وهاي كي بعد ما طبعتها وعندي التوفيا حطيت لها من الفوق، يعني صنع منزلي حتى هي. يعني اي كاطو حبيتوه بالشرح كيما نقولوا الممل خليو لي لتحت في لي كومونتير وانا نجاوب خواتاتي كامل. هذه كيما قلنا الغريبيه نتاعنا. ومن بعد درت لها كاطو بارد في بارد. لهنا ما راحش نعطي لكم الكاطو، راح نعطي لكم الكلاصاج. البنات اللي قالوا لي الشوكولا البيضاء كيفاش راكي تخدميها تذوبيها وكيف تجيك بيضة، انا شوكولا البيضاء نخدم هذه النوعيه. لهنا عندي الطبسي لازم يكون ناشف، يعني قطره الماء ما تكونش فيه كيما راكم تشوفوها، لازم يكون ناشف يعني مليح، واذا خفتوا زيدوا مسحوه مليح بالبابي. نحطها على حمام مريم والماء ما يقيسش الطبسي، كي تذوب لي خلاص نزيد لها الكولورون الابيض
كيما راكم تشوفوا هاد النوعيه تاع الكولورون الابيض، انايا لهنا اللوح يعني درت بزاف الكولورون باش جاتنا بيضه. ومن بعد نجيب لي مول تاع السيليكون ونعمرهم، اللي يحب يعمر بالبانسو يعمر، واللي يحب يدير بالمغرف صغيره يدير. انا لهنا درت لكم بالبانسو بالمغرف باش تشوفوا الطريقتين، يعني البانسو انا عندي خير، ولكن البنات اللي ما يحبوش يخدموا بالبانسو يخدموا بالمغرف. المغرف خطاكش تهبط لي لتحت بزاف، يعني كي نرفدو تهبط بزاف المغرف. البانسو خير يعني ترفدي من تحت وتعمري، وعلى قد ما ديري هذوك الفراغات اللي لداخل على قد ما يتعمروا. مام هذا السيليكون هذا لازم يكون ناشف مليح، يعني ما تخليوش فيه الماء، يتحطوه في الكونجيلاتور 3 دقائق 4 دقائق ينشف تنحيوها فاسيلمون. انا لهنا اللي جبت المغرف، وهاني راح نعطيكم كيف ديروا بالمغرف. كي تكملوا هكا نخبطوه مليح، يعني ندير انا السيليكون تاعي كامل ومن بعد نخبطوه مليح باش كاش ما كان فقاعات ولا لوفيد هذاك يتعمر. من بعد كي نحيها تحبي ديري فيها جاتو بارد، يعني تخدمي بنيون ولا تعمريها بالكراميل داخل ولا بالشوكولون ذايبه، وتعاودي تغطيها دير لها طبقه ثانيه تاع شوكولا بيضاء، ولا تحطي لها دي رونديل تاع جاتو ساك، يعني كل واحد كيف يعمرها. انا لهنا عمرتها لها بالكراميل وعاودت غطيتها بالشوكولا بيضاء، ومن بعد مباليت كلش كيما ان شاء الله. اسمحوا لي، لا لهنا ما عنديش انايا لا فوتو تاعها. من بعد مباليت كلش وديتو لهاد النفسه وديت على اختي ورحنا كيف كيف. درك انا راح نديكم للطريق، تشوفوا الطريق معايا. والله يعني لهنا اللي يسكنوا في العاصمه نحب نروحوا لبعضنا ونحب نمشوا عند بعضنا، ولكن الطرقان يعني بعاد على بعضنا بزاف. باش تروحي لواحد لازم لك نهار. لهنا انا خرجت على الوحده، كي وصلنا عندها وصلنا جويه 3:30، يعني باش تقعدي وترجعي تحب لك. دونك يعني مسكينه كي وصلنا لقيناها سجات لنا القهوه وسجات العشاء نتاعها، وحنا رحنا غير على قهوه برك. مي المهم فوتنا معها جورنيه مليحه، عشيه مليحه، وتعشينا وروحنا قبل 8:30 باسكو راكم على بالكم الكوفر فو يبدا 8، وحنايا درنا الروطار وروحنا. وعلى ذاك انا ما صورت لكمش طريق العوده الى المنزل باسكو جينا زربانين، والحمد لله عندنا يعني بابي عند راجلي باش فوتنا من هذا الحجر هذا. عندنا يسمى كي شغل عندنا سبه طريق بعيده ولا سيركيلاسيون، سي بور سا سمحوا لنا وما نزيدوش نعاودوها، لازم نلتزموا بالقوانين يعني علينا وعلى الناس كامل باش ربي يرفع علينا هذا الوباء وهذا البلاء. انا اللي هنا راني نعتلكم كي رحنا، يعني باش نعاود لخواتاتي هذا مع العشيه ماهيش مع الصباح مش مع الليل، هذا كي رحنا لدارها، يعني حنا رايحين لدارها. واش حبيت لهنا نقول لخواتاتي، حبيت نقول لكم ماذا بيا اي وحده جديده لهنا اذا عجبوها فيديوهاتي تتابعونا وديرنا جام، ما تدخلش علينا بجام، وتخلينا تعليق محفز باش نزيدو نكملو ونمدو حوايج اخرين. واللي قدام معايا نقول لهم ميرسي بوكو على الدعم وعلى الحضور الدائم وعلى تعليقاتكم البناءه، ونشكر كل حباباتي اللي جاو يعني جاو لهذا الفيديو والفيديوهات اللي قبل، ونتمنى ان شاء الله مزيد من التواصل مع بعضنا. واللي هي مولات هذه الحطه هذه نقول لها ميرسي وربي يعيشك، وان شاء الله يا ربي يخليك وردوها لك حتى احنا في الافراح ان شاء الله. راكم تشوفوا لهنا القاطوات اللي خلاتهم لنا، لمتهم كامل في طبسي واحد وحطتهم لنا، بسبوسه مسكوته وحطت لنا الزرير تاع الشرق الجزائري الفاكهه، يعني من ما جميع مسكينه ما لقاتش واش تحط، المهم فرحت بينا وهذا هو واش نحبو حنا. وكي كملت القهوه وجينا رايحين قالت لنا والله ما تروحوا غير عشاكم هنا عندي وراني طيبت وصايي. انا لهنا صور لكم فقط طاوله تاع العشاء، يعني قبل ما تكمل تحط كلش غير كيما راهي تسجي، ونقول لكم
السلام وختام. وما تنساوش خواتاتي، اذا عجبكم الفيديو دائما وابدا كما نقولكم لايك لايك لايك، والسلام وختام.